نكمل بقية التصوير. غماز الأحمر هنا، الشبال الأخضر أحجام محترمة، أحجام محترمة جدا يعني. هنا بص بقى، ديت فين؟ ديت المزارع اللي برا بورسعيد، على طريق على المحور 30 يونيو، بعد الكارتة، بعد الكارتة يمين للترع اللي هناك، شغالة شوار أخضر على ودنه، على ودنه. بالغلة، أنا شغال بالغلة من غير تصفير بقى ولا الشغل دوت، هو يا دوبك رشة بس قبل ما أقعد وخلاص. تبدأ تقف كده، تعرف ان فيها غمزة خفيفة طبعا، عشان الناس هنا بتروي، فالماية هنا بتجري جدا يعني، اللي هو بقعد كل شوية شدها. الناس اللي مشتغلتش غلة، ده سن الغلة بيبقى الراس بس السن كده، وعادي بنرمي ونتكل على الله. بسم الله. بس برضه للأمانة الأماكن دي محدش بيجيها، فاللي هو مفيش حد بيصطاد فيها، فالسمك متواجد، السمك متواجد. شبرة بيضة حلوة اهي، شبرة بيضة حلوة. عشان الأحجام برضه تبان، هنحطها على الكيس. شوف عاملة ازاي، شوف عربية حلوة، بس الدنيا شغالة حلو. وبصور لكم بقى في الآخر الدنيا عاملة ايه. يلا نكمل تاني، يلا المكان يا جدعان، آخر الفيديو. فلتت، ادي واحدة فلتت عادي، اللي بيقع ما بيحسبش، اللي بيقع ما بيحسبش على طول في غيره. اكيك، ايوه كيك الخ، ايوه كيك. نرجع تاني بردك بالغلة، والفكرة كلها اللي ايه، انا قاعد لوحدي مش عارف اصور طبعا، هنا على التكة اهي فلتت اللي هي هنا يعني ايه، اول ما بنزل على طول على طول في شبرة بيضة خلعت مني. هي شبرة خضرة حجارة اهي، شبرة اخضر. ثانية سلكها ونكمل. وطعمنا غلة المرة اللي فاتت، كان مرة كان سمكتين، هنجرب المرة دي ونشوف الدنيا عاملة ايه. اهي واقفة عالتك 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 عالتك، شبرة بيضة، شبرة بيضة صغيرة حلوة. لا دي خضرة، خضرة مبطرخة، شبرة خضرة مبطرخة. ونكمل تاني الغلة ونرمي ونشوف الدنيا. بسم الله. طبعا غمز بعيد، هنقربه كان شبك استمع. اها غمزه، اها عتك، اها بردك بالغل، مستني بالغل. كانت سمكة صغيرة ملحقتش. نكمل التصوير على الغماز، نزل المية ونشوف برضو بالغل. المكان هيتقال في آخر الفيديو، المكان في آخر الفيديو.
ونبدأ نقول بسم الله. شوف كده رامية، غماز اهو واقف اهو، يلا فلتت. اللي بعده السمك كتير والحمد لله. جوازي جوازي اهو، اتنين اهو، بالجوز 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 يا حلاوة، بالجوز يا جدعان، على الغلة.